أهلا بكم. جميلة أبو حريق اتولدت عام 1935 في حي القصبة بالجزائر العاصمة. هي المجاهدة الجزائرية تعد الأولى عربيا إبان الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي في منتصف القرن الماضي. كانت جميلة أبو حريق البنت الوحيدة بين أفراد أسرتها، فقد أنجبت والدتها 7 ذكور، ومع ذلك درست ووصلت تعليمها إلى أن التحقت بمعهد الخياطة والتفصيل، فكانت تهوى تصميم الأزياء، مارست الرقص الكلاسيكي وكانت بارعة في ركوب الخيل. وعندما اندلعت الثورة الجزائرية عام 1954 انضمت إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية للنضال ضد الاحتلال الفرنسي وهي في 20 من عمرها، ثم انضمت إلى صفوف الفدائيين وكانت أول المتطوعين لزرع القنابل في طريق الاستعمار الفرنسي. فقد كان الطلاب الجزائريون يرددون في طابور الصباح فرنسا أمنا، لكن كانت تصرخ جميلة وتقول الجزائر أمنا. فأخرجها نازر المدرسة الفرنسي من الطابور وعقب عقابا شديدا، لكنها لم تتراجع عن الفكرة. وكان دور جميل النضالي يتمثل في كونها حلقة الوصل بين قائد الجبل في جبهة التحرير الجزائرية ومندوب القيادة في المدينة ياسف السعدي الذي كانت تبحث عنه فرنسا، وأعلنت فرنسا عن مبلغ مالي 100,000 فرنك فرنسي ثمنا لرأسه. ونظرا لبطولتها وشعبيتها وسط المقاومة الجزائرية أصبحت جميلة بحريت من الأوائل المطلوبين لدى الجيش الفرنسي، إلى أن تم القبض عليها عام 1957 عندما سقطت على الأرض تنزف دما بعد إصابتها برصاصة في الكتف. وبدأت رحلتها القاسية مع التعذيب بالصعق الكهربائي لمدة 3 أيام، وكانت تغيب عن الوعي وحين تفوق لتقول الجزائر أمنا. ومع ذلك تحملت الآلام والتعذيب ولم تعترف بأسماء وأماكن وجود رفاقها المجاهدين، قبل أن يتم تقديمها للمحاكمة السورية وصدر ضدها حكما بالإعدام. وأثناء المحاكمة وحين النطق بالحكم رددت جملتها الشهيرة: أعرف أنكم ستحكمون علي بالإعدام، لكن لا تنسوا أنكم بقتلي تختلون تقاليد الحرية في بلدكم، ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة. وتحدد يوم 7 مارس 1958 لتنفيذ الحكم، لكن العالم كله ثار واجتمعت لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد أن تلقت الملايين من برقيات الاستنكار من كل أنحاء العالم وطالبوا بإطلاق سراحها. تأجل تنفيذ الحكم ثم عدل إلى سجن مدى الحياة. وبعد تحرير الجزائر خرجت جميلة بحريت من السجن مع بقية الأسرى المقاومين عام 1962، وتزوجت محاميها الفرنسي الشهير جاك فرجيس بعد أن أعلن إسلامه عام 1965، والذي دافع عن نضالها واتخذ منصورا اسما له. جميلة بوعزة اتولدت عام 1937 في بلدة البليدة بالجزائر، وتعد جميلة بوعزة من أهم العناصر النسائية في ثورة التحرير بالجزائر. تلقى جميلة أبو عزة تعليمها في العاصمة الجزائرية قبل اندلاع الثورة. بجانب تعليمها الذي أحبت تفوقت فيه، تعلمت فن العزف وأخذت دروسا في الغناء وشاركت في العديد من المسابقات التي كانت تنظمها الجمعية الفرنسية في ذلك الوقت. أول من ضم جميلة أبو عزة إلى الثورة والعمل الفدائي صديقتها جميلة بحريت، وكان ذلك في أوائل عام 1956. تميزت جميلة أبو عزة في زرع القنابل، وهي التي قامت بتنفيذ انفجار مقهى كوك هاردي في العاصمة الجزائرية في شهر نوفمبر عام 1956. كما اشتهرت في تفعيل المظاهرات من ما جعل الاحتلال الفرنسي يضع اسمها على القوائم المطلوبين والمطاردين. وعام 1957 دعت جبهة التحرير المواطنين الجزائريين إلى الإضراب العام الشامل من أجل الضغط على الاحتلال الفرنسي، من ما أدى إلى إصابة الحياة في المدن والقرى الجزائرية بالشلل التام. ونتيجة لتوقف الحركة بين القرى والمدن قل التواصل بشكل كبير بين الفدائيين، حتى لا يتم كشف أمرهم ولا يتم رصد تحركاتهم مما يعرضهم للاعتقال. وفي هذه الأثناء أمرت القيادة الثورية جميلة أبو عزة أن تبحث لها عن فرصة عمل يمكنها من خلاله أن تختلط بالمواطنين بعيدا عن أعين الاحتلال الفرنسي. وبالفعل حصلت على عمل كموظفة بسيطة في البريد، لكن تم رصد تحركاتها من خلال الاحتلال الفرنسي، وتم القبض على جميلة أبو عزة من قبل نقيب فرنسي ومعه 6 جنود آخرين في زي مدنيا. وتم اجتياح جميلة أبو عزة إلى منطقة الأبيار، حيث تم إدخالها في عمارة تحت الإنشاء بها مكان للاحتجاز، وهناك تعرضت لتعذيبا شديدا. وتحت وطأة التعذيب والتنكيل اعترفت جميلة أبو عزة بانتسابها إلى جبهة التحرير الجزائرية، لكنها لم تعترف بأي معلومات تخص مهام وتحركات زملائها وزميلتها في جبهة التحرير. وتحت وطأة التعذيب الشديد وجراء رؤيتها المناظر البشعة لتعذيب المعتقلين داخل مكان سجنها في منطقة الأبيار،
أصيبت جميلة أبو عزة باضطرابات نفسية شديدة وأوشكت أن تؤدي بها إلى الجنون، وتم نقل جميلة أبو عزة إلى سجن بربروسا الشهير في شمال العاصمة الجزائرية. سقطت جميلة أبو عزة 4 أشهر لاقت فيهم صنوف العذاب والتنكيل والاستجوابات، وفي النهاية تم الحكم عليها بالإعدام هي وكل من معها من السجناء، وكان ذلك عام 1957. وكانت جميلة أبو عزة وجميلة بحريت ضمن 6 نساء أخريات حكم عليهن الاحتلال الفرنسي بالإعدام في هذه المحاكمة الظالمة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحكم على النساء بالإعدام. وبعد النطق بحكم الإعدام ظلت جميلة ومن معها من النساء المعتقلات 9 أشهر دون أن يتم تنفيذ الحكم. في هذه الأثناء وصل الجنرال الفرنسي ديغول إلى الحكم، ومورست عليه ضغوط عالمية واحتجاجات من المنظمات النسائية في كثير من دول العالم ضد المحاكمة الغير عادلة لجميلة بحريت وجميلة أبو عزة ومن معهم من النساء، مما اضطر الجنرال ديغول إلى إلغاء الإعدام بالنسبة للنساء وتخفيفه للسجن المؤبد. وتم نقل جميلة أبو عزة في طائرة عسكرية إلى سجن بومات الشهير في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا، ومنه إلى سجن آخر تعرضت فيه جميلة أبو عزة إلى أقصى وألوان التعذيب النفسي والجسدي. ظلت جميلة أبو عزة تنتقل من سجن إلى آخر داخل فرنسا إلى أن استقرت في سجن يقع في منطقة بروتوان، وظلت به إلى أن تم إطلاق سراحها في إبريل عام 1962. وظلت جميلة أبو عزة على قيد الحياة إلى أن أصيبت بنوبة قلبية وتوفاها الله في منتصف عام 2015 عن عمر يناهز 78 عام. جميلة أبو باشا اتولدت 9 فبراير عام 1938 بمدينة بلوغين بالجزائر العاصمة، وكانت أسرتها متوسطة الحال. تدربت أبو باشا في مستشفى بني مسوس لتكون ممرضة، لكنها لم تحصل على شهادة بذلك التدريب بسبب عرقها ودينها. لعبت هذه المعاملة العنصرية دورا كبيرا في رفضها الاحتلال الفرنسي، والتحقت بالثورة الجزائرية عام 1955 وكان عمرها حينذاك 17 عام. وفي 10 فبراير عام 1960 تم القبض عليها مع والدها ووضعت في سجن العسكريا، حيث تم تعرضها للتعذيب والاعتداء الوحشي، وأجبرت تحت التعذيب على الاعتراف بزرع قنابل في مطعم الجامعة. وكان نشر قصة تعذيب هذه الفتاة الجزائرية الشابة قد صدم الرأي العام الفرنسي. وتكمن أهمية قضية بوباشا في قرارها رفع دعوى ضد من عذبها، رغم أنها لم تنكر ارتباطها بجبهة التحرير الوطني الجزائري، إلا أنها جادلت بأن الاعتراف الذي تم الحصول عليه تم تحت التعذيب ولا ينبغي قبوله أمام المحكمة العسكرية التي ستحاكمها. بالتعاون مع المحامية الفرنسية التونسية جيزيل حليمي عرضت بوباشا قضية تعذيبها على المحاكم الدولية، مما تسبب في فضيحة دولية لفرنسا والجزائر واكتسبت اهتماما عالميا واسعا. وتعاطف العالم كله مع جميلة بوباشا، وفي مقدمتهم الكاتب الفرنسي جول بول سارتر، والصحفية الفرنسية سيمون دي بوفوار، والرسام العالمي بابلو بيكاسو. وتم الحكم عليها بالإعدام سنة 1961، لكن تم الإفراج عنها بموجب اتفاقيات إيفيان في عام 1962، ولم يحاكم من قاموا بتعذيبها، وانضمت لاحقا إلى أول مجلس وطني للجزائر المستقل. وأعجب الرسام العالمي بابلو بيكاسو بجميلة بوباشا، خصوصا صلابتها وشجاعتها، وقام برسمها في بورتريه لكتاب المحامية جيزيل حليمي وسيمون دي بوفوار سنة 1962.